كوريا عبد العاطي عبد الوهاب افراج. الحمد لله على السلامة يا كوريا. انت مين؟ انا جاي اخدم بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا اهدي بس يا فادي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين. هايجي حبيبتي وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعد يا حبيبتي اقعد. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده يلا انزلي تحت استني البيف عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا 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 نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه هو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لا روسك. ايه ده يا بابي داخل عليا وسحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعمة التربيه الصراحه، عشان كده حبسوني انا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا ويقولوا لي نجيبك ارضي. انا يتقال لي نجيبك ارضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، انا همشيهم لك. دكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجالة؟ أنا رجعت مسكت الشركة تاني مع بنتي هايدي. قلت لها ازاي هايدي سادة الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات وأولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. إحنا هنصرفهم وهنصفي الشركة. نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثاثة. هو إيه يا الضجر يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح،
والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض الأربع شهور ويقدم استقالته، وأعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. أنا معاك أبو طالب بيه. وأنا معاك أبو طالب بيه. كلنا معاك أبو طالب بيه. يعيش يعيش أبو طالب بيه. يعيش يعيش أبو طالب بيه. يعيش أبو طالب بيه. يعيش يعيش أبو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبني كده؟ اخلع انت. كوريا غد يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وبني وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضك. ما خلاص يا ولاد فضحتوا امي. ايه اللي سجن سجن؟ لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا اللي بتس. ما تزغرطي يا اما، زغرطي يا اما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هنا فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولش ان انا هنا. فريرة يا فريرة. لا هو لسه هيما ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا ولادي لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطه، يومك شبهك يا حلوه. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم. الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعده ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح نصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي، يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزك. انت تختار تادي يا سوكا ولا مكتبنا افتح العربيه؟ يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع. ميد في ايه؟ تعالى ما اقول لك ولا حاجه. في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. في ايه يا في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامه يا كوريا. ليكي وحش انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي ازاي يا كوري ازاي، ده انا مزقطه. مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني رامية السودة دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها لابسها، هتروح فين؟ اهي شفتي؟ يا حبيبتي مالك؟ مش عارفة أصلا، مضايقة شوية، حاسة إنه هايدي قاعدة بتعاملني بطريقة رخمة اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عمالة تقول عليكي إنك زي أختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه، أنت عارفة شركتها واقفة والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجة دي، أصل طريقة